انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للصحافة والإعلام تحت شعار التزام مصداقية ومسؤولية وكفيلة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية من حيث أنهم قوة ترافعية ونضالية واقتراحية. نجتمع اليوم لنؤسس هذا المولود النقابي الجديد ليكون فاعلا ليكرس كذلك الفعل التشاركي النقابي ليساهم في تعزيز الديمقراطية في تعزيز حرية التعبير في تعزيز كذلك الممارسة الحرة والمسؤولة والانتصار كذلك للعمل الصحفي والمساهمة بشكل أو بآخر في الحد من كل القيود والضغوطات التي يمكن أن تعرقل العمل الصحفي. نحن نؤسس هذه النقابة لتكون رافدا من الاتحاد المغربي للشغل الذي له يعني تاريخ كبير جدا في النضالات. نحن اليوم نراهن على تأسيس نقابة لن تكون بديلا كما قلت عن باقي النقابات لكن ستكون فاعلة بمفهوم تشاركي إيجابي لخدمة للقطاع وخدمة كذلك للمواطن. تشهد المركزية النقابية العتيدة الاتحاد المغربي للشغل ميلاد نقابة جديدة هي النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام التي ومنذ سنة ونحن نعمل داخل اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر التأسيسي رفقة جميع الزملاء والزميلات الذين التحقوا بهذه التجربة من أجل إعداد أولا مشروع القانون الأساسي ثم إعداد مشاريع وبرامج العمل الخاصة بما بعد تأسيس هذه النقابة. هذه النقابة اليوم هي من أجل خدمة حرية التعبير أولا خدمة للمقاربة التشاركية بحضور مجموعة كبيرة من الزملاء والزميلات الصحفيين ثم هي من أجل خدمة المصالح الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وبشكل أساسي أعود لأقول أن هذه النقابة تهدف إلى جمع شتاتنا نحن الصحفيين.